الاتحاد المصري لكرة القدم خصص طائرة خاصة لنقل منتخب مصر الأول إلى كاب فيردي لمواجهة منتخبها يوم 15 نوفمبر المقبل في تصفيات أفريقيا. امبارح النادي الأهلي خاض ميرانو الختامي على استاد القاهرة استعدادا لمباراة العين الإماراتي اللي هتقام النهارده في كأس انتركونتيننتال. أدى الفريق تدريباته بحضور وسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى من المران. اشتمل ميران الفريق على تدريبات بدنية خفيفة وتنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة. كمان عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران. نادي جنوة الإيطالي أعلن بشكل رسمي ضم المهاجم المخضرم ماريو بالوتيلي في صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب الإيطالي عقد مع ناديه الجديد لمدة موسم واحد فقط. مدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة توج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني ليجا عن شهر أكتوبر بعدما قاد فريقه برشلونة للفوز بالمباريات في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا. نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن رحيل مدربه الهولندي إريك تين هاج من منصبه كمدرب للفريق، وذلك على خلفية تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة. النجم لامين يامال لاعب فريق برشلونة توج بجائزة أفضل لاعب صاعد في حفل الكرة الذهبية 2024 البالون دور اللي أقيم امبارح بالعاصمة الفرنسية باريس. فريق ريال مدريد توج بجائزة أفضل فريق في العالم بحفل الكرة الذهبية البالون دور 2024 واللي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس. كمان فاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بجائزة أفضل مدرب لهذا العام. توج الأسباني رودري لاعب مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب لعام 2024 في حفل الكرة الذهبية البالون دور اللي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس وسط حضور راقي من نجوم ونجمات العالم في اللعبة. خلصت نشرتنا الرياضية، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع محمد وبسنت. شكرا ليك يا محمد.